الحكومة تنفي عدداً من الشائعات المتداولة خلال أسبوع. الداخلية تبدأ غداً تلقي طلبات حج القرعة. مصر تبدأ إجراءات طرح أول سندات حكومية دولية خضراء. وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد العلي القدير. أنظار العالم غداً تتجه صوب معبد أبو سمبل. نفت الحكومة عدداً من الشائعات التي تم تداولها خلال الأسبوع، كان من بينها شائعات تتعلق بتوقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها للمستوردين، أو ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية. كما نفت الحكومة ما تردد من شائعات حول فشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء. غدا السبت تبدأ وزارة الداخلية في تلقي قبول طلبات التقدم لحج القرعة وحتى 8 مارس المقبل، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة الوزارة الإلكترونية أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية، على أن يتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقا لجدول زمني. بدأت وزارة المالية الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح بذلك مصر هي أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية. وتستهدف مصر تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع الاستثمارات صديقة البيئة، حيث تعكس زيادة عدد العروض رغبة هذه المؤسسات الكبرى في المشاركة في الطرح الحكومي المصري الأول للسندات الخضراء. افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان مسجد العلي القدير بمنطقة القابوت الجديد بمحافظة بورسعيد. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه عمارة المساجد نقلة نوعية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء تلك التي تقوم بها وزارة الأوقاف بإحلالها وتجديدها أو إنشائها، أو تلك التي تنشأ بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة وتشجيعها للجهود الذاتية. غدا تتجه أنظار العالم إلى أقصى جنوب مصر، حيث معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، وذلك لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك رمسيس الثاني. الظاهرة تبدأ مع بزوغ الشمس، حيث تخترق أشعة الشمس مدخل المعبد بطول 66 مترا تقريبا لتصل إلى قدس الأقداس بنهاية الممر، وتستمر هذه الظاهرة لمدة 20 دقيقة، ويتابعها الآلاف من السائحين الأجانب والزائرين المصريين. تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.